والكرة العموبة صارت ليلكفين هناك على الجهة اليسرى يوقف الكرة إلك في حاجة إلى مساندة مطل للعودة إلى مارسيلو في الخلف. مارسيلو قريب منه الميكو ستابو يفضل يرفع الكرة ناحية فريد الجول مايبار بو 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 جول 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 يا مايبار يا لو من هدف من مايبار يسجل أول أهدافه بعد 10 مباريات كان صائما مايبار 9 مباريات مع البرازيل ومع سانتوس لن يسجل يا لو من هدف مباغت ومفاجئ ولكن من اروع ما شاهدنا الصغير دي سوزا نيمار الصغير عفوا دا سيلفا سانتوس نيمار المهاجم الجديد للبارسا يسجل هدف من اروع ما سجل لحد الان مع منتخب البرازيل سجل 21 هدف سجل 20 هدف هذا الهدف رقم 21 في الزاوية اليسرى لمرمى كاواشيما التهيئة من فريد والتسديد على الطائرة من نيمار حطها في الزاوية اليسرى في الزاوية 90 هدف من أروع ما يكون للبرازيل أمام اليابان بعد 3 دقائق لعب ليس هناك بداية أجمل